قد يلحظ على بعض الأطفال المصابين بفتق الحركة وتشتت الانتباه وجود صعوبة في النطق أو في اللغة والتواصل، ولكن غالبا تتحسن هذه الأعراض مع التدخلات العلاجية. في المقابل قد يلحظ على الأطفال الذين يعانون من تأخر أو صعوبة في النطق واللغة والتواصل وجود فرط حركة، أعراض فرط حركة يعني، كما أن الأطفال المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات اللغة والتواصل من غيرهم من الأطفال.